عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، وعندنا تحليلات خاصه جدا 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 ببرنامج الاهلي في المونديال. عشان كده جايبين لحضراتكم اعضاء فريق التحليل لهذا البرنامج ولشاشه قناه النادي الاهلي، اثنين من الشباب اللي انتوا دايما بتحبوهم وبتحبوا دايما تسمعوا لهم، اثنين من الشباب اللي دايما متواجدين معانا خلال الفتره السابقه. كريم سعيد، الاستاذ كريم سعيد طبعا. ازيك يا كريم؟ مشرف ومنور. ازيك يا كابتن اسلام؟ مساء الخير. الحمد لله، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الفل عليك. ايضا احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ وحشنا. الحمد لله الاول، وحضرتك اللي وحشنا يعني. ربنا يخليك. واكيد الواحد فخور يعني بالتواجد في حدث زي ده، مونديال كاس العالم للانديه، حاجه بصراحه النادي الاهلي فخر يعني لمصر وفخر للعرب وفخر لافريقيا، تواجد بحجم حدث زي ده حدث تاريخي يعني. كريم، الحقيقه لما تيجي تفكر في كاس العالم للانديه، نعم، بتفتكر ايه يعني هل بتبقى فخور؟ هل بتبقى اللي بيحصل خلال هذه الايام من نعم. مجرد كلام من الناس كده، ناس متضايقه شويه، ناس مش عارف الحقيقه اقولها لك ازاي، ولكن اي مصري المفروض يكون فخور بوجوده في هذا الحدث. شوف، هو طبعا مسمى كاس العالم للانديه اكيد مرتبط بالنادي الاهلي في مصر، لان النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر في البطوله منذ يعني لعبنا فيها، يعني حتى المره الوحيده نادي الزمالك كان مفترض انه مرشح للعب فيها 2001، حصل مشاكل تسويه احنا عارفينها، والبطوله اتلغت وما اتحطتش في تاريخ البطوله. انا في وجهه نظري ربما في السنين الاخيره المنافسه للاسف بسبب بعض الاشخاص خدت اطار مش لطيف. البعض اكيد طبعا السوشيال ميديا كلنا متواجدين عليها، كلنا انفلونسرز على السوشيال ميديا، لكن اعتقد في وجهه نظري لما يكون في ممثل لمصر في بطوله وحدث زي ده، اعتقد كلنا المفروض نبقى فرحانين ان احنا في حد بيمثلنا، احنا لينا تواجد في هذا المحفل العالمي. حته طبعا انا متفهم طبعا حته، عشان بس ما نقولش ايه ان احنا بننظر على حد، طبعا أيوه. التنافس الكروي، ان انا كان نفسي النادي بتاعي هو اللي يمثلني مش النادي المنافس، ولكن كل الامور دي ربما تكون منحصره عند الجمهور. لا يصح أن تصل بعض الكلمات وبعض الجمل اللي سمعناها في بعض وسائل الإعلام من مفروض مسؤولين وإعلاميين، إن بلاش نروح ومش عارف إيه الكلام ده، أعتقد كلام يعيب صاحبه ولا يقلل خالص من أي شيء. إن في الآخر النادي الأهلي هو الممثل الوحيد لدولة مصر في هذه البطولة منذ انشائها، الحاجه الوحيده اللي بترفع، الحاجه الوحيده اللي بتخلينا دايما مبسوطين، الحاجه الوحيده اللي دايما بتخلينا فرحانين. الحاجه دي انا بتكلم بره الكوره طبعا، مش كوره، الكوره احنا الكوره لا الكوره احنا لسه هنتكلم عنها، الكوره نقعد نتكلم فيها زي ما احنا عايزين، انما فكره النهارده انت عندك ممثل بيمثل دولتك وبيمثل ابناء وطنك، اعتقد ده امر يجب على اي شخص طالما امتهن، طالما امتهن الاعلام حتى لو هو منافس يجب عليه ان هو يشيد بيه.